تختفي معالم العاصمة الإيرانية، تلفها سحب التلوث السوداء. تعلن السلطات تعطيل المدارس في مختلف المراحل التعليمية، تحد من حركة السيارات الخاصة، تمنع نصفها، كما تمنع الشاحنات والنشاطات العمرانية والرياضية. ورغم السعي لترويج استخدام وسائل النقل العامة، ترتبك المدينة وتضيق أنفاس قاطنيها. السيارات كثيرة جدا ونوعية البنزين غير جيدة وهذا مؤثر. سيارات الإسعاف موجودة دائما في الساحات، ولكن هذا لا يفيد، يجب إيجاد حلول جذرية. يتكرر مشهد طهران في مشهد وإصفهان وكرج وتبريز وغيرها من المدن الإيرانية. معدلات تلوث مرتفعة في مشهد بات مألوفا في فصول الخريف والشتاء، تتعدد الأسباب. في الشتاء هناك ظاهر انعكاس الجو، ما يحول دون حركة الهواء لطرد الذرات المعلقة الناتجة عن السيارات، والتي يعاني مصنعوها في إيران بسبب العقوبات. لا مشكلة بالبنزين، وإنما السيارات والديزل وجغرافيا طهران الجبلية. نحو 30,000 إيراني يقضون سنويا بسبب تلوث الهواء بحسب آخر تقارير الاتحاد العالمي للصحة والتلوث، وهو ما وضع طهران في المرتبة 12 بين أكثر المدن تلوثا في العالم. هذا إضافة إلى أضرار اقتصادية تصل بحسب تقارير إلى نحو 30 مليار دولار سنويا. إحصائيات مؤسفة، لكنها قد لا تبدو غريبة، إذ أن الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل ضمن قائمة الدول العشر الأولى التي تعاني من التلوث بحسب تقرير الاتحاد العالمي للصحة والتلوث. من التطبيقات على الهواتف الذكية إلى وسائل الإعلام المختلفة، تكثر المعلومات عن نسب التلوث والنصائح في كيفية التعاطي معه. لكن ما يهم الإيرانيين بشكل أساسي هو حلول جذرية وناجعة تعيد لمدنهم هواءها النظيف. حازم كلاس، العربي.